السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا لقصة رسم القلب، نحن بالجزء الثاني أو الفيديو الثاني، وهو يبدأ بالفقرة 11 وينتهي بالفقرة 20. الفقرة 11 يقول فيها الكاتب: قلبت الفكرة في رأسي. الفكرة، أذكركم بالفيديو الماضي بالفقرة الأخيرة، الفقرة العاشرة، إحنا بالصفحة 105 طبعا. بالفقرة العاشرة كان يقول الكاتب جمال ناجي، قلبت كان يقول الكاتب جمال ناجي لن يستغرق الأمر أكثر من ثانية واحدة، أدير يدي فأقصف الساق حركة واحدة وأرتاح منها. أراد بالفقرة الأخيرة بالفقرة العاشرة بالفيديو الماضي أن يقصف الساق بحركة واحدة بثانية واحدة ويرتاح من هذه النبتة، لذلك يقول الآن قلبت الفكرة في رأسي، فيقصد بالفكرة الفكرة التي وردت بالفقرة الماضية، وهي فكرة أن يقصف الساق ويدير يده فيرتاح من هذه النبتة. فتوصلت بسرعة إلى أنني مقدم على ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائم قتل النفس. إذن صور كأن هذه الجرائم عبارة عن سلسلة تتألف من حلقات، وهذه الفعلة وهي قصف الساق والخلاص والارتياح من هذه النبتة، صورها بفعلة تنتمي إلى هذه السلسلة من الجرائم. يقول: تراجعت وتنهدت. إذن هنا يتضح أنه عنده تراجع عن ارتكاب هذه الفعلة وهذه الجريمة، وهي قصف الساق والارتياح من تلك النبتة. وجلست على المقعد، المقعد اسم آلة، ووضعت كفي أسفل فكي، دلالة على التفكير، محدقا بحيرة وقلق، محتار هل يقصفها أم يتراجع عن ذلك. وفي تلك اللحظة رأيتها تشرئب، أي تمد عنقها لتنظر، اشرأب بمعنى مد عنقه لينظر، وتولدت لأوراقها عيون. صور لأوراق تلك النبتة، صورها أولا بأناس، بأشخاص لهم عيون يراقبونه، عيون كثيرة أخذت تراقبني بحذر. صور لتلك النبتة أو لأغصانها أو لأوراقها عيون، وهذه العيون تراقبه، صورها بأناس يراقبونه بحذر. فوجئت بشفتي تفتران عن ابتسامة غير مفهومة. شفتاه تفتران، أي يفتح شفتيه كي يضحك أو يبتسم، علما بأن هذا الكاتب قلنا منذ البداية عرف عنه بالعبوس والتجهم، لكن هنا بدأ يبتسم لتلك النبتة، إذن بدأ يعتاد على وجودها لأنها ملأت عليه الغرفة، لأنها شاركته في الوحدة التي كان يعيشها. وهنا أيضا رمز ودلالة من الكاتب جمال ناجي إلى أن الشخص حينما بدأ يعتاد على وجود شخص آخر في حياته، أو يعتاد على مديره أو على صديقه أو زميله في العمل، إذن بدأ هنا الكاتب يعتاد على وجود تلك النبتة، فهنا يوصينا بأن نعتاد على وجود الأشخاص الآخرين في حياتنا، وأن نتقبل الآخرين ونسمع وجهات نظرهم، وأن لا نوقف الآخرين عن حريتهم. فالكاتب الآن كأنه أصبح لا يريد أن يوقف تلك النبتة عن حريتها. يقول: فوجئت بشفتي تفتران عن ابتسامة غير مفهومة على الأقل بالنسبة لي. هو لا يفهم معنى هذه الابتسامة، لماذا يبتسم إلى تلك النبتة. ننتقل إلى حل الأسئلة المتعلقة بهذه الفقرة. تنهدت، مد نفسه وأخرجه بقوة حزنا وألما. مد نفسه وأخرجه، محدق أي شدد النظر أو أمعن النظر. وتشرئب تمد عنقها لتنظر، وافتر ابتسم وبدت أسنانه التي في مقدمة الفم. يقول الكاتب: قلبت الفكرة في رأسي. فما الفكرة التي عناها؟ قلنا الفكرة هي التي كانت بالفقرة العاشرة بالفيديو الماضي أو بالجزء الماضي بالجزء الأول، وهي قصف ساق النبتة والتخلص منها والارتياح منها. السؤال الثالث: حاول القاص أن يتخلص من النبتة، ما السبب الذي دفعه إلى التراجع؟ لماذا تراجع الكاتب؟ قلنا لأنه رأى نفسه أنه مقبل على ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائم قتل النفس، فرأى أن هذه الفعلة وهو قص ساق النبتة هو ينتمي إلى
سلسلة من الجرائم، وأيضا شعر بأن هذه النبتة تراقبه بحذر، وقد صور لها عيونا أو صورها بأشخاص يراقبونه بحذر. السؤال الرابع، بدا على القاص تحول إيجابي، كانت معاملته للنبتة سيئة، كان يريد أن يتخلص منها، لا يريد وجودها في البيت، لا يريد تسميدها ولا سقايتها ولا تنظيفها ولا يرى ولا يعمل على إزاحة الستائر كي ترى النور. هذه كلها عبارة عن سلوكات سلبية، لكن في السؤال الرابع يتحدث عن تحول إيجابي واضح نحو النبتة بين ملامح هذا التحول، أو بين الجمل التي يتضح فيها التحول الإيجابي، حينما قال لنا فوجئ بشفتيه تفتران عن ابتسامة غير مفهومة تجاه هذه النبتة، أي لماذا أصبح يبتسم لها. سبب هذا التحول لأنه بدأ الآن يعتاد على وجودها ويرغب في بقائها. إذن يجب أن يكون لدينا أو لدى الأشخاص تحول إيجابي نحو الآخرين، نحو زملائهم وأصدقائهم أو من يعملون معهم. السؤال الخامس يقول، وظف القاص عنصر الحركة في الفقرة السابقة عينه، عنصر الحركة. تحدثنا بالجزء الأول من هذه القصة عن عنصر اللون، الجدران المصفرة المقشرة، وتحدثنا عن العديد من الأفعال التي تبين فيها عنصر الحركة. نستخرج من هنا عنصر الحركة بالعودة إلى الفقرة. قلبت الفكرة في رأسي، قلب عنصر حركة، توصلت وتراجعت وتنهدت، جلست على المقعد، وضعت كفي أسفل فكي، كل هذه تدل على عناصر الحركة. نكتب بعضا منها. قلبت تنهدت تراجعت وضع يده أسفل فكه، أي فعل من هذه الأفعال الذي يحمل عنصر الحركة. السؤال السادس يقول، استخرج موضعا في الفقرة السابقة ظهرت فيه مشاعر التردد، مشاعر التردد حينما قال تنهدت وتراجعت ووضعت يدي أسفل فكي، دلالة على أنه سيتراجع عن ارتكاب تلك الجريمة وهي قصف الساق. السؤال السابع، اضبط صرفيا يعني حروف الكلمة، حروف كلمة المقعد. طبعا المقعد هي اسم آلة قياسي، وذكرت لكم في الجزء الأول أن اسم الآلة حذف من الثانوية العامة، لكن سنقوم بضبطه. المقعد، الميم مكسورة، دائما اسم الآلة القياسي يجب أن تكون الميم مكسورة. المقعد مع فتح العين. السؤال الثامن المتعلق بجذور الكلمات، جذر ارتكاب ركبة وسلسلة جذرها رباعي سلسلة، وتنهدت جذرها نهدة، وتشرئب أيضا جذرها رباعي شرأبة مع وضع الهمزة، وفوجئت جذرها فجأة الهمزة على الألف، وتفتران جذرها فترة.
والسؤال المتعلق بالصور الفنية، ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائم قتل النفس، صور قصف ساق نبتة بجريمة قتل، وصور جرائم القتل بسلسلة متعددة الحلقات. في تلك اللحظة رأيتها تشرئب، صور النبتة بإنسانة أو بفتاة تمد عنقها لتنظر، حينما قال تشرئب أي تمد عنقها لتنظر. والصورة الأخيرة، وتولدت لأوراقها عيون كثيرة، أخذت تراقبني بحذر، صور أوراق النبتة بفتيات لهن عيون يراقبنه بحذر. ننتقل إلى الفقرة 12. يقول: راقبت نموها السريع كل يوم. إذا أصبح مهتما بتلك النبتة، أصبح يراقب نموها، بدأ يعتاد على وجودها. وهنا دعوة إلى ما تحدثنا عنه بالسؤال الثالث من جو النص، يجب احترام الآخرين وتقبل آرائهم، ويجب أن لا نوقف الآخرين عن حريتهم، ويجب أن لا نتسرع باتخاذ القرار. يقول: كل ساعة حتى كدت أرى بعيني المجردة كيف تتفتح أوراقها الجديدة. أصبح مهتما بتلك النبتة، أصبح يألف وجودها، اعتاد على وجودها، وكيف تتبسط مثل كف آدمية. صور تفتح الأوراق بتبسط وتفتح أو انفتاح كف الإنسان الآدمي. وحين أصحو في الصباح أتفقد الأوراق والبراعم الجديدة، أيضا دليلا آخرا على اهتمامه بتلك النبتة واعتياده على وجودها. البراعم هي زهر الشجر قبل أن يتفتح أو تتفتح الأشجار. وكثيرا ما سمعت صوتها، هنا عنصر الصوت. إذن لدينا في القصة ثلاثة عناصر: عنصر اللون، الجدران المصفرة، وعنصر الحركة، هناك العديد من الأفعال الدالة على الحركة، وهنا عنصر الصوت. صوت الطقطقة الخافتة للأوراق في أثناء تفتحها في الصباحات الباكرة، صوت الطقطقة. إذن هنا يظهر لدينا واضحا عنصر الصوت. ولقد أيقظ ذلك الصوت في أعماقي فرحا طفوليا. أولا أيقظ ذلك الصوت، صور الصوت بإنسان يوقظه، وحينما قال فرحا طفوليا صور الفرح بالطفولي، دلالة على بداية نشأة ونمو هذا الفرح، بداية تكون هذا الفرح لدى الكاتب، سيما وأن الكاتب عرف عنه بالتجهم والعبوس. ويقول: وضبطت نفسي ذات مرة وأنا أبتسم لها، دلالة على تحول إيجابي ناحية النبتة. كان منذ البداية لا يكاد يرخي شفتيه لأكثر الأمور طرافة، عابسا متجهما، والآن أصبح يبتسم لهذه النبتة. إذن هذا تحول إيجابي. ننتقل إلى إجابات الأسئلة المتعلقة بهذه الفقرة. السؤال الثاني: بدأ على القاص تحول إيجابي، بين ملامحه، أخذ يراقب نموها، أخذ يتفقد الأوراق والبراعم، كثيرا ما يسمع صوت طقطقة النبتة الخافتة، أيقظ ذلك الصوت في أعماقه فرحا طفوليا، ضبط نفسه وهو يبتسم لها. سبب هذا التحول، أخذ يعتاد على وجودها ويرغب في بقائها. هذا أيضا السؤال تكرر في الفقرات السابقة. ما أثر هذا التحول الإيجابي على النبتة؟ أكيد يجب أن تنمو نموا سريعا بعد توفر أسباب العناية اليومية، مثل مراقبتها، ريها، سقايتها، تنظيف الأوراق، إزاحتها بجانب النافذة كي ترى النور، والتكيف مع المكان، وهذه الأسباب التي تساعد على نمو النبتة نموا سريعا. السؤال الثالث: وظف القاص عنصر الصوت حينما قال عن صوت الطقطقة. إذن يظهر عنصر الصوت واضحا في هذه العبارة أو هذه الجملة. والسؤال الرابع: استخرج موضعا في الفقرة السابقة ظهرت فيه مشاعر الفرح حينما قال أيقظ
في نفسي فرحا طفوليا. السؤال الأخير المتعلق بالصور الفنية، كيف تتبسط؟ الحديث هنا عن أوراق النبتة، كيف تتبسط مثل كف آدمية؟ صور الكاتب أوراق النبتة بتفتح أو بكف آدمية تتبسط. أيقظ ذلك الصوت في أعماقي فرحا طفوليا. لدينا هنا صورتان، الصورة الأولى حينما صور صوت الطقطقة الخافتة للأوراق مثل بتفتحها بإنسان يبعث الفرح في أعماق الكاتب، ثم صور الفرح قال عنه طفوليا، صور الفرح الطفولي بإنسان نائم، أيقظ صوت تفتح، أيقظه صوت تفتح الأوراق. الفقرة الثالثة عشر، يقول وفي الأيام اللاحقة نمت وتوالت لها أوراق جديدة. إذا نمت، ترعرعت، تكون لها أوراق جديدة نتيجة مهام الرعاية التي قام بها الكاتب والتي أوصاه بها صديقه حسني. أصبح لها أوراق خضراء يانعة، خضراء يانعة. دائما يلتصق اللون الأخضر بالصفة يانع، نقول أخضر يانع، ونقول عن أصفر فاقع، وعن الأبيض ناصع، وعن الأسود حالك، وعن الأزرق صافي، وعن الأحمر قاني. هذه صفات الألوان، فصفة اللون الأخضر أنه يانع. وحين بلغت منتصف الجدار، ذكرنا بالفقرات بالجزء الأول من القصة أنه أراد أن تنمو هذه النبتة وتتجه نحو الجدار المصفر والمقشر كي تكسوه، كي تستر عيوبه. دب الخلاف بيننا من جديد، فأنا أردت توجيهها نحو الباب كي تكسو يسار الجدار حتى تستر عيوب هذا الجدار المصفر والمقشر، أما هي فتوجهت إلى غير ما أريد، نحو النافذة. هي تريد التوجه نحو النافذة كي ترى النور، لأن النور من الحقائق العلمية التي تساعد النبتة على النمو، وهو يريد أن يوجهها نحو الباب حتى تكسو الجدار المصفر والمقشر. السؤال الأول، على ما أصر كل من القاص والنبتة مع التعليل؟ هو أصر توجيهها نحو الباب كي تكسو الجدار، وهي أصرت على أن تتوجه نحو النافذة طلبا للضوء. السؤال الثاني، لأي الألوان تستعمل الصفات التالية؟ ورد بالفقرة السابقة أن صفة اللون الأخضر يانع، فنقول الفاقع هي صفة للون الأصفر، نقول عنه أصفر فاقع، وصفة الناصع هي للون الأبيض، نقول أبيض ناصع، وصفة القاني للون الأحمر فنقول أحمر قان، وصفة الصافي للون الأزرق نقول أصفر صافي أو صاف، وصفة الحالك للون الأسود فنقول أسود حالك. هذه صفات الألوان. السؤال الثالث المتعلق بالجذور اللغوية، جذور الكلمات، توالت جذرها وليا، ويانع جذرها ينع، وتوجيهها جذرها وجه، وتكسو جذرها كسوة.
والسؤال الأخير المتعلق بالصورة الفنية، حين بلغت منتصف الجدار دب الخلاف بيننا من جديد. إذا صور النبتة بإنسانة أو بفتاة يدب بينها وبين القاص الخلاف. الفقرة الرابعة عشرة، يقول الكاتب: هدأت نفسي. متى هدأت نفسه؟ بعدما أراد إدارة النبتة نحو الجدار كي تكسو الجدار المصفر والمقشر، وهي أصرت على أن تستدير نحو النافذة كي ترى الضوء، وبعد الخلاف الذي دب بينهما. إذا أمسكت رأسها، قلت كمن يخاطب امرأة: من هنا أيتها العزيزة. يخاطب فعل دال على القول، إذا علامة الترقيم هنا نقطتان رأسيتان. هذه الجملة الوحيدة في القصة كلها التي يظهر فيها عنصر الحوار الخارجي، أسلفت لكم الذكر بالفيديو السابق أو بالجزء الأول من شرح قصة رسم القلب، أن الحوار نوعان: حوار داخلي وحوار خارجي. جميع جمل القصة أو جميع الفقرات فيها الحوار داخلي، لأن الكاتب جمال ناجي يتحدث عن نفسه أو يخاطب نفسه، لكن هذه الجملة الوحيدة التي يخاطب فيها شخصاً آخراً أو يخاطب فيها تلك النبتة، يقول: يخاطب امرأة من هنا أيتها العزيزة. إذن صورها بامرأة ويخاطبها، أو بفتاة يخاطبها، ووصفها بأنها عزيزة، دلالة على أنه اعتاد وجودها. ولويت عنقها، لوى بمعنى أراد ثني العنق أو أراد أن يديرها أو يجعلها تستدير إلى ناحية أو جهة أخرى. ولويت عنقها برفق ناحية الباب، ثم ربطته بخيط متصل بحافة ذلك الباب. وذكرنا في فقرات سابقة أنه يريد توجيهها نحو الباب أو نحو الجدار المقشر المصفر، وهي أرادت التوجه نحو النافذة كي ترى النور. وبعد أيام عاد رأسها يتوجه نحو النافذة، فبدت كأنما تنظر إلى الوراء. صورها بفتاة تنتظر إلى الوراء أو تنظر إلى الوراء تريد لفت انتباهي، يعني كأنه قام هنا قام بين النبتة وبين الكاتب حسن التعامل، واعتاد كل منهما على وجود الآخر. السؤال الأول يقول: متى هدأت نفس الكاتب بعد الخلاف الذي دب بينهما؟ أنها بالفقرة الثالثة عشر أرادت التوجه نحو النافذة، وهو أراد أن يوجهها نحو الباب. وما المحاولة الجديدة التي سيقوم بها؟ إمساكها ولي عنقها وربطها بالباب. بدأ عنصر الحوار جليا واضحا في الفقرة السابقة، بينه وبين نوعه. الحوار الذي ذكرته قبل قليل هو الحوار الخارجي الذي لم يرد في جميع فقرات القصة إلا هنا. الحوار حينما قال: من هنا أيتها العزيزة. ونوع هذا الحوار خارجي، لأنه دار بينه وبين النبتة. السؤال الثالث: ضع علامة الترقيم المناسبة مكان النجمة، هي نقطتان رأسيتان، ولا يجوز أن نقول نقطتان فقط، يجب أن نقول نقطتان رأسيتان. السؤال الرابع: المادة اللغوية لكلمة متصل أو الجذر اللغوي من وصل. وميزانها الصرفي، لا حاجة لنا بالميزان الصرفي، لكنني سأذكره من مفتعل
كيف أصبحت مفتعل؟ لأن متصل التاء المضاعفة دائما إذا كانت ثاني حرف في الكلمة تاء مضاعفة تتألف هذه التاء من الواو والتاء، التاء المضاعفة تتألف من الواو والتاء، إذا أصل هذه الكلمة متصل، ميم واو تاء صاد لام. فلو وضعنا أسفل كلمة مفتعل متصل وقمنا بحذف زيادات الكلمة وأبقينا الفاء والعين واللام يبقى الجذر وصل، لا داعي لأن نهتم كثيرا بالميزان الصرفي. وضح الصورة الفنية. هدأت نفسي، صور القاص نفسه بإنسان أو بشخص يهدأ. قلت كمن يخاطب امرأة من هنا أيتها العزيزة. صور الكاتب النبتة امرأة أو فتاة يخاطبها ويصفها بالعزيزة، فبدت كأنما تنظر إلى الوراء. صور النبتة إنسانة أو فتاة تنظر إلى الوراء. ننتقل إلى الفقرة 15. يقول: صحيح أن المشهد أثار في نفسي أسى مبهما. المشهد هو الذي ذكرناه بالفقرة السابقة حينما قال: لويت عنقها برفق ناحية الباب ثم ربطته بخيط متصل. هذا المشهد الذي أثار في نفسه أسى مبهما، ولا سيما أي بخاصة حين قدرت أنها أرادت بحركتها تلك لفت انتباهي. أي حركة؟ حينما ربطها ناحية الباب وبعد أيام وجدها تتجه نحو النافذة نحو النور، أدارت رأسها وأصبحت تنظر إليه من الخلف. فهذه الحركة التي يقصدها أنها أدارت عنقها لتنظر إليه. قدرت أنها أدارت بحركتها تلك لفتة انتباهي، يعني يرى أنها أرادت أن تلفت انتباهه إليها، لأنه قامت بينهما الآن علاقة حميمة وأصبح كل منهما يعتاد الآخر. وتذكيري بالتفاهم الذي حصل بيننا، لكن لماذا لا تستجيب لرغبتي؟ ما الرغبة التي يتحدث عنها القاص أو الكاتب أن يجعلها تتجه نحو الباب ونحو الجدار المصفر المقشر؟ على الأقل إكراماً لاهتمامي بها. ثم إن المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة لا تستوعب نموها وامتدادها، فهي ملأة بالصور. يبرر لنا القاص الكاتب جمال ناجي ما سبب إصراره على أن تتوجه نحو الباب أو نحو الجدار المصفر والمقشر. يقول: لأن جميع الجدار تكسوه الصور، مليء بالصور، ووجود الصور دلالة على ذكريات الكاتب أو ذكريات القاص، إذن لديه ذكريات ماضية قديمة وضعها بتلك الصور وعلقها على هذا الجدار، فلم يتبقى من هذا الجدار سوى مساحة صغيرة، أراد أن تتجه هذه النبتة إلى تلك المساحة الصغيرة من الجدار المصفر المقشر. السؤال الأول: ما المشهد الذي يقصده الكاتب حينما تحدث عن المشهد الذي أثار الأسى في نفسه؟ يقول: إمساك رأسها ولي عنقها وربطها بخيط متصل بحافة الباب. السؤال الثاني: ما الحركة التي حاولت النبتة من خلالها لفت انتباهي؟ استدارتها وعودة رأسها ليتوجه نحو النافذة كأنها تنظر إلى الوراء، هذه الحركة المقصودة. السؤال الثالث: قال الكاتب: لماذا لا تستجيب لرغبتي؟ فما هي رغبته؟ رغبته أن تتجه نحو الباب والجدار لتكسو هذا الجدار المصفر والمقشر. وذكرنا في فقرة سابقة أن المصفر والمقشر دلالة على سوء الأوضاع المادية للكاتب، دلالة على فقر الكاتب. السؤال الرابع: لماذا أصر القاص على رأيه بأن تتوجه النبتة نحو الباب كي تكسو
الجدار المقشرة والمصفر، ولأن المساحة المتبقية من هذا الجدار ملأ بالصور. لم يتبقى سوى مساحة صغيرة من هذا الجدار المصفر والمتقشر لأنها ملأ بالصور، لأن الجدار مليء بالصور. ما دلالة قول الكاتب المساحة المتبقية من الجدار ملأ بالصور؟ ذكرنا أنه دليل على ذكريات القاص أو الكاتب. والسؤال السادس، ما التفاهم الذي حصل بين القاص والنبتة حينما أمسك رأسها وقال لها كمن يخاطب امرأة؟ من هنا أيتها العزيزة التي مرت معنا بالفقرة الرابعة عشر. وجذور الكلمات مكتوبة، والسؤال متعلق بالصور الفنية. أرادت بحركتها تلك لفت انتباهي وتذكيري بالتفاهم الذي حصل بيننا. صورها بإنسان أرادت لفت انتباهه وتذكيره بما حصل بينهما من تفاهم. والجملة الثانية، لماذا لا تستجيب لرغبتي؟ صور النبتة إنسانة أو فتاة لا تستجيب لرغبته بأن تتوجه نحو الباب والجدار. الفقرة السادسة عشرة، حاولت لي عنقها برفق وتصميم. لي بمعنى ثني عنقها أو لف عنقها أو إمالته أو جعلها تستدير أو تحويل العنق عنق النبتة لجهة أخرى. لكنها هذه المرة بدت أكثر صلابة وإصرارا على التوجه نحو النافذة. هو أصر أن تتوجه نحو الجدار ونحو الباب، وهي مصرة على أن تتوجه نحو النافذة كي ترى النور. وحين قست أصابعي عليها قليلا أحسست بعنقها ترتجف. صورها بإنسانة ترتجف، أجل لقد ارتجفت مرتين. ما الموقف الذي استلزم على القاص أن تقسو أصابعه عليها قليلا؟ لأنها بدت هذه المرة أكثر صلابة وإصرارا على التوجه نحو النافذة. جذور الكلمات، تصميم من صم مضاعفة أو بلا تضعيف صمم، وإصرار أيضا صر بالتضعيف أو دون تضعيف صرر، وقست من قسوة، وترتجف من رجفة. السؤال الأخير المتعلق بالصورة الفنية، لكنها هذه المرة بدت أكثر صلابة وإصرارا لغاية ترتجف. صور القاص النبتة في توجيهها نحو النافذة بفتاة أو بإنسانة بدت أكثر صلابة وإصرارا. والصورة الثانية، صورها حين قست أصابعه عليها كأنها فتاة ترتجف أو كأنها فتاة عفوا ترتجف. الفقرة السابعة عشر، من الصعب أن أفهم أو أصدق ما حدث. أن أفهم مصدر مؤول يتألف من أن والفعل. يرد سؤال في الوزارة أن تقوم بتحويل المصدر مؤول أن والفعل إلى مصدر صريح. أن أفهم عملية الفهم، إذن المصدر الصريح عملية الفهم. من الصعب أن أفهم أو أصدق ما حدث. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه أراد توجيهها نحو الباب وهي أصرت أن تتوجه نحو النافذة، فأمسكها بأصابعه فارتجفت بين أصابعه مرتين، أي كادت أن تنكسر. لكن تلك العنق ارتجفت بين أصابعي مثل سمكة حية. ازددت إصرارا، لا ننسى أن نهتم بضبط الحروف المخطوطة،
ازددت إصرارا على تنفيذ ما بدأته. ما الذي بدأه؟ الذي بدأه هو أن يمسكها بأصابعه ويوجهها نحو الباب والجدار. وبينما أحاول ثنيها نحو الباب بإصرار إذ بها تنكسر. هنا يظهر عنصر من عناصر القصة وهو عنصر المشكلة أو ذروة التأزم، يعني أن تصل المشكلة إلى أعلى قمة فيها وهي انكسرت أغصان تلك النبتة. السؤال الأول: أصر القاص في الفقرتين السابقتين على أن تتوجه النبتة نحو الباب، ما نتيجة هذا الإصرار أو هذا التعنت؟ قصت أصابعه عليها وهو يحاول لي عنقها فارتجفت، وعندما ازداد إصرارا وهو يحاول ثنيها انكسرت. قال الكاتب: من الصعب أن أفهم أو أصدق ما حدث، فما الذي حدث حين قست أصابعه عليها وارتجافها بين أصابعه مرتين؟ حول المصدر المؤول أن والفعل إلى مصدر صريح. أن أفهم مصدر مؤول، مصدره الصريح الفهم. اضبط صرفيا حروف الكلمة ازددت. هنا الإجابة، ضبطت الحروف بالفقرة، ازددت فتح الدال الأولى وتسكين الدال الثانية. الفقرة الثامنة عشرة، الثامنة عشرة: كان الصوت الذي سمعته لحظة إذن، لحظة إذن، أشبه بصوت كسر عظمة بشرية. إذن يتضح أيضا هنا لدينا عنصر الصوت وهو العنصر الثالث. لا ننسى العناصر الثلاث التي تمر بهذه القصة: عنصر اللون والحركة والصوت. عنصر الصوت بأشبه بصوت كسر عظمة بشرية. ودهمني، أي فاجأني، شعور من ارتكب جرما في غفلة من الناس. إذن صور كسره لتلك النبتة كأنه يرتكب جرما في غفلة من الناس. والسائل الذي نز، أي سال أو قطر، من مكان الكسر الذي لطخ يدي. إذن هنا عبارات دالة على ندم الكاتب، أنه دهمه شعور من ارتكب جرما في غفلة من الناس، والسائل الذي نز وسال من تلك النبتة ولطخ يديه. أما رأسها فظل بين أصابعي، لم أدري ماذا أفعل به. لم أدري، أدري فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نعلم أن أسئلة القواعد لا ترد من فقرات المهارات، لكن أحببت تدريبكم وتذكيركم بالقاعدة. تلفت حولي بذعر، بخوف. تراجعت قدماي نحو الوراء. هنا يتضح عنصر تراجع أو موضع يظهر فيه مشاعر التردد، أنه تراجعت قدماه نحو الوراء. رأيت في الأوراق عيونا تتهمني. صور الأوراق أناسا، أشخاصا، لهم عيون وتتهمه بتلك الجريمة. وإذ سقط الرأس من يدي فتحت الباب وغادرت البيت. ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بهذه الفقرة. وظف القاص عنصر الصوت، ذكرنا أنه قوله كان الصوت الذي سمعته أشبه بصوت كسر عظمة بشرية. عفوا، بين القيمة الفنية لعنصر الصوت واللون والحركة. تقريب المعنى من نفس المتلقي أو نفس القارئ، ونقل أفكار القاص أو الكاتب بصورة أوضح وأصدق. استخرج موضعان في الفقرة السابقة ظهرت فيهما شاعر التردد، تراجعت قدماي نحو الوراء. استخرج موضعان ظهرت فيهما شاعر الندم، دهمني شعور من ارتكب جرما لغاية لطخ يدي. السؤال السادس: المحور الرئيس أو الفكرة الرئيسة التي نستشفها من الفقرة السابقة. ذكرت الفكرة الرئيسة أعلى الفقرة، أعلى المستطيل.
الجذور اللغوية ارتكب من ركبة ولم أدري الفعل أدري من دراية وتلفت من لفتة وتتهمني من وهمة. تتهم مثل تتصل أو متصل. متصل ذكرنا أن التاء المضاعفة تتألف من الواو والتاء، متصل على وزن مفتعل، إذن الجذر وصل. وتتهم الجذر وهمة. أي كلمة ثانيها تاء مضاعفة يجب أن يكون الجذر بادئا أو مبتدئا بالواو. متصل وصل، تتهم وهمة، اتصال وصل، متسم وسمة. وننتقل إلى السؤال الأخير. الصورة الفنية، رأيت في الأوراق عيونا تتهمني، إذن صور القاص لأوراق النبتة عيونا توجه له الاتهام. الفقرة 19 وهي الفقرة قبل الأخيرة، لم تمضي، أيضا تمضي مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف علة. لم تمضي سوى أيام قليلة حتى ذبلت أوراقها. إذن مسكها بين أصابعه، حاول وأصر أن تتجه نحو الباب والجدار. أولا ارتجفت مرتين ثم انكسرت. بعد هذا الانكسار، بعد هذا الموت، ذبلت أوراقها. وهنا يشير ويوضح الكاتب أو القاص لنا أن ذلك الإنسان الذي أنت لم تحتمله منذ البداية، لم ترد التعامل معه، لم تتقبل رأيه، وحاولت الابتعاد عنه، وشيئا فشيئا اعتدت على وجوده وأصبحت تحبه وقامت علاقة حميمة بينكما، إذا قمت بالإصرار على رأيك أو هو أصر على رأيه فسيحدث الانكسار، كانكسار تلك النبتة، ستخسره أو تفقده أو هو يخسرك ويفقدك. فيجب أن لا نصر على رأينا، يجب أن نتقبل الآخرين. يقول حاولت إنقاذها، نظفت مساماتها بقطعة من القماش المبلول، رويتها بحرص، فتحت الستائر والنوافذ. وهذه الحقائق العلمية الأربعة التي يجب أن يقوم بها الإنسان مع النبات، أن يسقيها ويرويها، أن ينظف مساماتها، أن يراها أو أن يوجهها نحو الضوء، وأن يقوم بتسميدها الذي السماد الذي يجعلها خصبة وتنمو. فكأنه يحاول إقناع نفسه أنها ما زالت حية، قام بتنظيف مساماتها وبروايتها وفتح الستائر لها كي ترى النور، لكن كانت أشبه بعزيز يريد الانسحاب من حياتي بصمت موجع. صورها بإنسان، بشخص عزيز عليه أراد الانسحاب وصور صمتها بألم موجع. استخرج موضعا في الفقرة السابقة ظهرت فيه مشاعر الندم حينما قال نظفت مساماتها ورويتها وفتحت الستائر والنوافذ لها لغاية موجع. هنا تظهر مشاعر الندم. قيل في المثل في العجلة الندامة، في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. أذكر ما يدل على ذلك في القصة. العجلة واضحة لدى القاص من النبتة، حاول وأراد منذ البداية التخلص منها، وقست أصابعه عليها فانكسرت، فظهرت مشاعر الندم واضحة عندما دهمه شعور أنه من ارتكب جرما في غفلة من الناس، وحاول إنقاذها وأن يمسح مساماتها بقطعة من القماش المبلول وأن يعرضها للضوء، لكنها كانت أشبه بعزيز يريد الانسحاب من حياته.
السؤال الثالث: الحرية حق طبيعي للإنسان؟ وهذا السؤال الثالث يعيدنا إلى السؤال الثالث الذي ورد في جو النص، وهو سؤال هام. ناقش هذه العبارة. معنى هذه العبارة أن نترك الآخرين يمارسون حقهم كيفما شاءوا، أن لا نمنعهم، أن لا نقف عند رأينا، أن لا نحجمهم بعدم قبول رأيهم، أن لا نضغط عليهم، أن لا نقتحم حياتهم، أن لا نتدخل فيهم، أن يمارسون حقوقهم، وأن لا نتسرع باتخاذ القرارات. جدل انسحاب وإنقاذ، سحب ونقض، والصورة الفنية لكن كانت أشبه بعزيز يريد الانسحاب من حياته بصمت موجع، صور النبتة بعد ذبولها ومحاولة إنقاذها بإنسان عزيز يفارقه، وصور الصمت بألم موجع. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة. رويدا رويدا، أي شيئا فشيئا أو قليلا قليلا، اصفرت أوراقها، عنصر اللون. كل يوم تصفر أوراق جديدة، ازداد الاصفرار، دلالة على موت النبتة، دلالة على أنها فارقت الحياة، دلالة على أن هذه ملامح الفرقة بين شخصين لم يتقبل كل منهم الآخر، ولم يحتمله، ولم يسمع وجهة نظره. ثم تجف وتسقط هذه الأوراق التي اصفرت، لم يبق سوى أغصانها التي اسودت، أيضا عنصر اللون، وبدت مثل أذرع سوداء، مثل أذرع سوداء لعنكبوت خرافي يتشبث بجدار. صور اسوداد أوراق هذه النبتة وأغصانها كعنكبوت يتشبث بالجدار. يتشبث بمعنى يتمسك. فيتحدث الكاتب أو القاص عن محاولة هذه النبتة بأن تبقى حية، صورها بتمسك وتشبث العنكبوت. ولماذا اختار العنكبوت؟ لأن العنكبوت دائما دلالة ورمز عن التشبث والتمسك بالأشياء، فهي أرادت التمسك بالحياة. ثم يسقط على الأرض هذا العنكبوت فجأة في إحدى ليالي أيار الشهر الخامس. إذن أحداث القصة، عنصر الزمان لدينا، من أو خلال شهر آذار وهو الشهر الثالث إلى شهر أيار وهو الشهر الخامس. فلو سئلنا عن زمن القصة من أو خلال شهر آذار ولغاية إحدى ليالي أيار، أو متى بدأت القصة؟ خلال شهر آذار، ومتى انتهت؟ في إحدى ليالي أيار. فيعود الجدار مثل ما كان، مقشرا مصفرا، عنصر اللون، مصفرا وعاريا، دلالة على فقر الكاتب وسوء الأوضاع المادية. أما أنا فقد دهمتني رغبة جامحة، دهمتني أي فاجأتني، ورغبة جامحة بمعنى مندفعة، يعني غلبتني رغبتي. نرى ما الرغبة التي غلبت هذا الكاتب. هذه الرغبة جامحة غير مفهومة برؤية ذلك الصديق حسني. بدا له أنه مشتاق لرؤية صديقه حسني، لربما فعلا هو مشتاق إليه، لربما بعد موت هذه النبتة واصفرار أوراقها واسودادها وسقوطها كسقوط العنكبوت، لربما أراد أن يأتيه حسني مرة أخرى ويأتي له بنبتة أخرى مشابهة أو مماثلة لهذه النبتة لأنه اعتاد على وجودها. لماذا اشتقت إليه حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة من أيار؟ الأسئلة: لماذا أصرت النبتة التوجه نحو النافذة حيث الضوء والهواء؟ لأن الضوء والهواء يساعدانها على النمو والبقاء في الحياة، وكأنها تريد البقاء والحياة. نتيجة هذا الإصرار والتعنت من قبل النبتة انكسر عنقها أولا، لم تمضي سوى أيام حتى ذبلت أوراقها واصفرت، جفت وسقطت. دلالة قول القاص: حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة، دلالة سقوط العنكبوت دلالة على موت النبتة. بما يوحي استخدام الكاتب للعنكبوت؟ يوحي بالتشبث بالحياة، لأن العنكبوت تتشبث بالأشياء، بالجدران، بالأشياء، وهذه النبتة تتشبث بالحياة. فكانت النبتة مقاومة متشبثة بالحياة ك
كتشبث العنكبوت بالجدار ثم هوى وسقط. اقترح نهاية للقصة، هذه تعود للطالب، لكن سأقترح بعضا من هذه النهايات. قد أنهي القصة كما أنهاها القاص بموت النبتة وشبهها بسقوط العنكبوت. قد أنهيها بأنه منذ البداية لم يصر الكاتب على أن يوجهها نحو الباب. لا، لو كنت مكانه لتركتها تتوجه نحو النافذة نحو الضوء كي تنمو وكي تبقى على متن الحياة. نهاية أخرى، ماتت هذه النبتة وفرقت الحياة ورمى بها وأبعدها عن غرفته، وجاءه حسني مرة أخرى وطلبه نبتة أخرى شبيهة بهذه النبتة لأنه اعتاد وجودها. يعني أكثر من نهاية. والسؤال السادس، اشتاق القاص في نهاية القصة إلى رؤية حسني، علامة يدل ذلك؟ لربما أسفه وندمه على موت تلك النبتة، وكأنه يريد نبتة أخرى من صديقه بدل تلك التي ذبلت وماتت. أو لربما يدل على شعوره بالذنب لما حل بتلك النبتة. ولربما يدل على خجله من صديقه حسني الذي أوصاه منذ البدايات بأن يقوم على رعايتها وأن لا ينقلها من مكانها كي لا تضطر إلى التكيف مع المكان الجديد أو ستموت. وربما يكون قد عوده المرض فاشتاق لرؤية صديقه حسني كي يأتيه مرة أخرى ويزوره ويحضر له نبتة. يعني أكثر من إجابة. الجذور والسؤال المتعلق بالصورة الفنية، لم يبقى سوى أغصانها التي سودت وبدت مثل أذرع لعنكبوت خرافي. صور القاص أغصان النبتة التي سودت بأذرع العنكبوت الذي يتشبث بالجدار ثم هوى وسقط. دقائق قليلة نتحدث عن عناصر القصة. قد يرد سؤال في الامتحان عن عناصر القصة. مرة معنا عنصر الزمان من شهر أي آذار الشهر الثالث إلى شهر أيار الشهر الخامس، وعنصر المكان منزل القاص أو غرفة القاص أو الكاتب. الأحداث هي ملخص القصة التي ذكرتها في الجزء الأول بأنه مرض الكاتب، يعيش وحيدا كبيرا في السن، تحدث وذكر لنا سوء أوضاعه المادية والفقر بوجود ذلك الجدار المصفر والمقشر. يأتيه صديقه حسني ويزوره ويحضر له تلك النبتة والأحداث التي دارت بينه وبين النبتة إلى موت هذه النبتة. هذا ملخص الأحداث، أحداث القصة. الشخوص نوعان، شخصيات نامية بمعنى متطورة كالنبتة والقاص. النبتة تطورت، نمت، ترعرعت، اتجهت نحو النافذة. والقاص أيضا تطور، كان وحيدا، أصبح لديه شخص آخر يعيش معه، كان لا يتقبل وجود النبتة، أصبح يحبها، كان وقد عرف عنه العبوس والتجهم، أصبح يبتسم لتلك النبتة. فطالما أن هذه الأحداث تتطور وتنمو، إذن هي شخصية نامية أو متطورة. لكن الشخصية الثابتة أو الثانوية صديقه حسني. الحوار ذكرنا سابقا أنه نوعان، داخلي وخارجي. جميع جمل القصة، رسم القلب، جميع هذه العبارات الحوار فيها داخلي، لأن الكاتب يتحدث مع نفسه، إلا جملة واحدة ظهر فيها الحوار الخارجي، خطابه لتلك النبتة بقوله من هنا أيتها العزيزة. ذروة التأزم، يعني أن تصل المشكلة إلى قمتها إلى أعلاها عفوا، وهو انكسار عنق النبتة حينما رفضت أن تتوجه نحو الباب وأصرت على أن تتوجه نحو النافذة. والحل كان بموت تلك النبتة واشتياق القاص لرؤية صديقه حسني. والسؤال الأخير، حلل شخصية القاص كما تبدو في هذه القصة. يعيش وحيدا مريضا، تشافى وتعافى، يزوره صديقه حسني، يشتاق إليه، يحفظ العهد بينه وبين صديقه، يستجيب لوصاياه، وكان سيء الأحوال المادية وفقيرا متقدما في السن، العبوس والتجهم، وله ذكريات كثيرة بدليل حينما قال لنا أن الجدار مليء بالصور. علينا ألا نصر على رأينا،
عافانا الله وإياكم من الأمراض والأسقام. نعيش الآن كما تعلمون بأحداث مرض كورونا، لا نريد الإصرار على مواقفنا بالخروج خارج البيت ومخالطة الناس ولمس الأشياء دون تنظيف ودون تغسيل. إذا تعنتنا وأصرينا على مواقفنا سنندم، لن تفارقنا النبتة ولن تفارقنا كورونا، بل نحن من سيفارق الحياة والعياذ بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.